سيدات وسادة، المحاضرة السابقة كنت قد عرضت فيها 10 نظريات عن أصل الساميين، ووعدتكم بأن أعرض وجهة نظري الخاصة عبر فرضية كنت قد نسجتها ووضعتها في كتابين. الكتاب الأول هو الحضارات السامية المبكرة، والكتاب الثاني هو الشعوب النحاسية. والحقيقة أن هذه فرضية تعتمد على الآثار بكل صراحة، وتعتمد أيضا على مجموعة من الاستنتاجات العقلية المنضبطة وفق هذه الآثار، فهي تبحث في أصل الساميين من شمال الهلال الخصيب، ما يسمى بميزوبوتاميا العليا. الآن أبدأ بعرض هذه أفكار هذه النظرية أو الفرضية عفوا، وأقول بأن فرضية سار تبحث في نشوء أقدم شعوب الأرض، وهم بشكل خاص يعني يتحدث عن الشعبين السامي اللي هو الساري والآري أو الهندو أوروبي، ثم تبحث في أصل الشعوب مقطعية اللغة اللي هي الشعوب الصينية والتركية والقوقازية، وهي الشعوب التي من وجهة نظري الشعوب التي سبقت شعوب الزراعية التي سبقت الشعوب النحاسية، سأعرضها في محاضرات منفصلة، لكن هذا اليوم مخصص لتشكل الشعوب النحاسية مع بداية عصر الكالكوليت في منطقتنا. بدأت الأمور ثم ذهبت إلى منطقة البحر الأسود، منطقة بين البحر الأسود وبحر قزوين. هذه الشعوب بدأت مع عصر الكالكوليت أو العصر الحجر النحاسي في حدود 5000 قبل الميلاد، وهو الذي حصل أولا في شمال الهلال الخصيب أو ميزوبوتاميا العليا، ونشأ عنه الانقلاب الذكوري وبداية ظهور الشعوب السارية أو السامية هي نفسها طبعا في الشرق الأدنى في شمال الهلال الخصيب، وتحديدا شمال وادي الرافدين وسوريا، ومع ظهور أو بداية ظهور ثقافة حلف الأربجية التي هي ثقافة واحدة كانت قد بدأ بها العصر الحجر النحاسي. أمامكم جدول الحقيقة يوضح هذا. هذا هو العصر الحجر النحاسي أمامكم، يتكون من 5 عصور أو 5 ثقافات بشكل أدق. الثقافة الأولى هي ثقافة حلف بين 4900 أي حوالي 5000 إلى 4300، ثم ثقافة أريدو في وادي الرافدين في جنوب وادي الرافدين، ثم ثقافة أريدو ثقافة العبيد، ثم ثقافة الوركاء الأولى أو أوروك الأولى، ثم ثقافة جمدة نصر. بعد هذه الثقافة تأتي العصور التاريخية التي تفتتحها الحضارة السومرية. نحن حدود النظرية تتوقف عند هذا الحد لأبحث في كيف نشأت الشعوب السارية أو الشعوب السامية في شمال الهلال الخصيب، وكيف شكلت الشعوب الكبرى التي ستظهر حضاراتها فيما بعد بشكل واضح وجلي. نذهب إلى هذه الخريطة لتوضح لكم حدود عملنا. أو تشاهدون منطقة ميزوبوتاميا العليا التي هي تقريبا شمال آشور، هناك ثقافة حلف، وفي آشور أو قرب الموصل ثقافة الأربجية التي هي ثقافة حلف أيضا بشكلها المتكامل والدقيق جدا. فبين هاتين، بين حلف اللي هي الآن موجودة في الأراضي التركية، وبين الأربجية التي هي موجودة في الموصل، تتشكل أول ثقافة نحاسية هنا في هذه المنطقة، لتؤثر فيما بعد على شعوب كانت تسكن بين البحر الأسود. لاحظوا أمامي بالخريطة بين البحر الأسود وبحر قزوين، هناك تتحفز هذه الشعوب بسبب الثقافة النحاسية، ثقافة العصر الحجري النحاسي، وتبدأ بالتشكل وفق مجموعات تهاجر من هذه المنطقة لتذهب إلى الهند وإيران وأوروبا بشكل خاص، وهذه موضوع آخر سنبحثه في محاضرة منفصلة الحقيقة عن هذه المحاضرة. نستمر في محاضرتنا ونقول
أنا من أين أتيت أنا بهذا المصطلح؟ من حق الناس، من حق الباحثين أن يسألوا من أين أتيت بهذا المصطلح كبديل عن مصطلح الشامي، الساري بديل عن الشامي. فأقول أن كلمة سار، أصل كلمة سار أو مصطلح سار، أخذته الحقيقة من السومريين والأكاديين. الكلمة تعني بالسومرية قاموسيا، يعني من ناحية القاموس اللغوي فقط، كل بالسومرية، أو عالم أو أفق أو كرة أو كرة الطين أو عدد كثير أو عدد لا يحصى أو السماء أو الأعلى. أما في اللغة الأكادية فلا تخرج الحقيقة عن هذا المعنى حين تعني الملك أو السنة أو الشهر. ومعناها باللغة الأكادية أيضا هو الدائرة، وأنا الحقيقة كثير الاستئناس بهذا المعنى لأني أعتبره معنى مهم جدا. وتشكلها عدديا 4 علامات مسمارية كما تشاهدون في اللوحة. 4 علامات المسمارية تشكل دائرة يناظر العدد 3600، وهو العدد الفلكي المعروف. طبعا إذا تذكرون ما يسمى بتربيع الدائرة أو تدوير المربع، هي لها علاقة بالدائرة وشكل المربع، يعني أقصى شكل يتحمل داخل الدائرة هو المربع. استخدمت هذه الكلمة للدلالة على السنة الكونية، سنة السار عند السومريين وعند البابليين وعند الأكاديين وحتى الآشوريين. سنة السار هي السنة الكونية الكبرى اللي فيها 3600 سنة، واقتبسها الإغريق من بلاد وادي الرافدين وسموها بسنة الساروس، نفس الشيء هي سار، أوس هذه كلمة أو مقطع إغريقي. الساروس، اخترنا كلمة سار لأنها الكلمة التي تجمع الشعوب السامية الأولى 4، وهذه هي الفرضية، أو هذا هو أساس الفرضية. أنا أرى أن هناك 4 شعوب سارية هي سوبارتو والسونارتو والسومارتو والسوارتو، وسأتفصل بعد قليل بشرح هذه الشعوب. ولأنها هذه الكلمة أيضا سار تعاكس كلمة آر التي تعني الأرض، آر يعني التي مأخوذ منها كلمة الآريون تعني الأرض. السار هم السماويون، يعني الذين كانوا يتطلعون إلى السماء وتبدأ عقائدهم الحقيقة بالسماء، وكأنهم أصحاب المثل وأصحاب النظرة السامية أو السارية للحياة، يعني يبدأون من السماء دائما، أن أصل الأشياء في السماء. وهذا أيضا يفسر لنا فكرة التوحيد فيما بعد. إذن هذه الكلمة التي تشاهدون حتى أرقامها الحقيقة أنا وضحتها، حتى الأرقام يعني 1 والدائرة اللي هي 10، ثم تتشكل إلى 36,000 بين 3600 إلى 36,000 دورة السار والساروس. أنتقل لمصطلح أصل كلمة أو مصطلح السار في الأرقام، عفوا هذه الفرضية الآن أنا الحقيقة آسف تحدثت لكم وهي أمامي، كان لازم تشاهدون كل هذه، هي أمامكم دائرة الساروس اللي هي بالأعلى، وهذه العلامات المسمارية 4 التي تشكل الرقم 3600. وعندما نضع علامة مسمارية قصيرة أو صغيرة داخل هذه الدائرة تتشكل عندنا رقم 36,000، وهو دورة الساروس عند الإغريق التي أخذوها من وادي الرافدين. كما قلنا هو عدد فلكي. هذه الأرقام، رقم 1 على شكل نصف دائرة تقريبا، رقم 10 دائرة، 60 نصف دائرة كبيرة، ثم 600، ثم 3600 دائرة كاملة، وهو دائرة الساروس أو دائرة السار السومرية البابلية الأكادية الآشورية، ثم 36,000 اللي هي الدائرة الكبرى نسميها الساروس الأكبر، دائرة الكونية الكبرى. الآن سأنتقل لهذه الشعوب النحاسية. ما هي هذه الشعوب النحاسية؟ فرضية السار تقول، وهي أسميتها الفرضية الأولى، يعني القسم الأول من الفرضية، يقول أن الشعوب النحاسية في الأساس، شعوب النحاسية هي الشعوب الآرية والشعوب السارية، لكن الشعوب السارية الحقيقة هي التي اكتشفت النحاس، وهي التي كونت أول ثقافة
نحاسي يعني عصر حجري نحاسي في حدود 5000 قبل الميلاد. هذه عمادها يعني كيف نسبتها ثقافة حلف اللي هي في حدود 5000. هذه الثقافة كما قلت لكم هي ثقافة الانقلاب الذكوري، ثقافة بداية المدينة، ثقافة بداية الزعامة السياسية، ثقافة بداية الاتجاه نحو الحضارة، لا أقول بدء حضارة، الاتجاه تشكل المعبد في مركز المدينة، الانقلاب الذكوري، انقلاب الذكر على الأنثى، وتهميش المرأة وتهميش الأنوثة والأخذ بالذكورية وإلى آخره. فهذه حقيقة ثم انتقلت، فانتقلت هذه الأفكار إلى شعوب كانت تسكن بين الأسود، البحر الأسود والبحر قزوين، وأخذت هذه الثقافة وبنت عليها، وحقيقة من خلالها يعني أنا أقول أن فرضية العصر الحجري النحاسي تقول أن الديفرنشيشن للشعوب، أن تمايز الشعوب بدأ من هذا الزمن. لم تكن هناك شعوب مميزة بشكل دقيق قبل هذا الوقت، كانت كلها شعوب زراعية، وهذه الشعوب الزراعية لم تكن تتشكل مجتمعيا بشكل كبير، إنما كانت على شكل قرى متناثرة، هنا لم تشكل ما يسمى بال يعني سوسايتي، شكلت كوميونيتي. كوميونيتي فرق عن السوسايتي، هو هذا كوميونيتي مجتمعات صغيرة زراعية أغلبها، السوسايتي هي مجتمعات كبيرة تشكلها المدينة في العادة. إذن هذا أول هذا أول قسم من الفرضية. قسم الثاني نذهب ونقول أن شعوب السار هي التي بدأت بخمسة آلاف هي أربع شعوب. لاحظوا معايا، شعوب السوبارتو اللي نهايتهم هم الأكاديين، بدايتهم مع السوبارتو في أصلا بلاد أشور كانت تسمى بلاد السوبارتو. طبعا هناك تفسيرات لهذه الكلمة كلها خاطئة الحقيقة، أنهم العبيد أو الخدم، هذا غير صحيح حقيقة. السوبارتو لا علاقة بالشمس، لأن سوبر أول مرة سو، كلمة سو لها هي الشمال، معناتها سوبر هي الشمس، فكانت هناك احتفاء بالشمس. وفعلا لو ننظر للعبادة الأكدية إلههم القوم هو شمش، إله شمس. إذن هذا هو الشعب الأول. ثم الشعب الثاني هو سو أرتو اللي هو الشعب الآشوري. سو أرتو صارت سو أرتو آشور اللي هو أصل الشعب الآشوري. نعم الشعب الآشوري أمة تكونت معها شعوب أخرى، يعني السوبارتو انضموا للآشوريين وأيضا الحوريين وغيرهم وشكلوا هذا الشعب فيما بعد، لكن جوهر الشعب الآشوري هو في السوبارتو، في السوارتو اللي هو شعب آشور. أيضا عندنا طبعا هذا كله 5000 قبل الميلاد، عندنا السونارتو اللي هو شعب السونار اللي هو شعب كما قلت لكم في المحاضرة السابقة هو شعب شنعار الذي هبط إلى أريدو. يعني أريدو تشكل فيها أول شعب هو شعب سونار وليس الشعب السومري. الشعب السومري لا لاحقا ارتبط بأريدو، لكن أول شعب هو سونار. ثم سومارتو وهو شعب كبير جدا يكاد يكون أكبر كل هذه الشعوب الذي ظهر منه الأموريون. والأموريون للملاحظة هم أكبر شعب سامي ظهر على مدى التاريخ، والحقيقة أن كل الشعوب هذه تقلصت إلا الشعب الأموري أو الشعب السومارتو، كانت قد ضخ المنطقة بأكملها بشعوب جبارة كثيرة سأتحدث عنها بعد قليل. الآن فرضية السار ثلاثة اللي هي إذا تحدث بمبالغة عن الأموريين، أو من هم الأموريون؟ حقيقة أموريون شعوب سارية قديمة جدا ظهرت كما قلت لكم في هذه المناطق في شمال وادي الرافدين، و يعني سوريا أقصد بها سوريا والعراق، شمال المناطق الشمالية، يعني ثقافة حلف هم شكلوها. هذا الشعب به ميزة عجيبة غريبة، أنه ملأ المنطقة بانتشاره. سأتحدث لكم من هم الذين ظهروا من الأمورو، من هم، ما هذه الشعوب؟
اولا لاحظ نبدا باللون الاحمر شعب رام اللي هو ارام، شعب المرتفعات، هذا الشعب كان على المرتفعات. نمشي مع عقرب الساعه ونقول شعب الثاني هو الكلدو الذي ذهب الى جنوب العراق في السهل. الشعب الثالث بقايا الاموريين اللي ظلوا على شكل بدائي وبسيط هم العرب. إذن العرب من الآن فصل عيداً لا نبحث عن أصلهم في يعني مقترح، العرب هم بقايا الأموريين الذين ظلوا على ثقافتهم الصحراوية، والعرب انتشروا في مناطق غرب الفرات أولاً يعني في وادي الرافدين وسوريا، ثم اليمن وهي شعب آخر ظهر من الأموريين وانتشر ووصل إلى بلاد. طبعا كان هناك شعب أصلي هو شعب العصور الحجرية السابقة في اليمن، لكن اختلط هذا الشعب مع شعب وتكونت الحضارة اليمنية من خلال شعوب سبأ وحمير. لاحظوا الديفرنشيشن مرة أخرى، يعني الأموريين حتى عندما يسمون شعب اليمن لكن يتفصلون إلى مجموعات صغيرة تسمى بأسمائها الخاصة والمعروفة. ثم مورو، شعب مورو هاجر باتجاه الغرب ووصل إلى شمال أفريقيا. ووجهة نظري أن شعوب شمال أفريقيا التي ظهرت منها فيما بعد الأمازيغ في أصلها كانت شعوب أمورية، شعوب قديمة جدا، ولهذا نشوف هذا التقارب، لأن الأموريين ساميين، هذا التقارب بين اللغات السامية. لكن الشعب اللي في شمال أفريقيا اختلط بعناصر حامية كثيرة، عناصر سمراء اللون، هذه العناصر هي التي بدأت تضيف وتغير وتبدل بهذه اللغة، وتشكل مزيج حامي سامي عند شمال أفريقيا. وأيضا سنفرد لها محاضرة ونذهب إلى كيفية تشكل هذه الشعوب، شعوب الباربار وشعوب المارمار اللي هي أمورو. هذه حقيقة اعذروني الآن لا أستطيع أن أتحدث عنها بالتفصيل، سأتحدث عنها وفق ما يقتضيه الزمن أو الوقت. ثم نذهب إلى العبريون، مثل ما شكلوا العرب في الصحراء أيضا، عرب هو عرب وعبر هو عبر، يعني لاحظوا حتى التسمية عبر وعرب. أنا لا أذهب للتسميات التوراتية مطلقا، هذا شعب عبيرو الذي تشكل، يقولون بأنه شعب آرامي، نعم هو في الزمن الآرامي ظهر لكن أصوله آرامية أمورية. وكذلك في شرق الأردن في الأردن القديم هناك العمونيون والمؤابيون والأدوميون، ثلاثة شعوب شكلت ثقافات الأردن القديم. وكما قلت لكم بقية، إذن عندنا ثمان شعوب كبرى ومهمة جدا ظهرت في المنطقة، كلهم يرجعون أو يعودون إلى شعب أمورو اللي هم الأموريون. الآن نذهب إلى شعب مهم جدا شغل التاريخ أيضا اللي هو الشعب الآرامي. هذا الشعب الآرامي ظهر في حدود 3000 قبل الميلاد، وهناك رأي يقول شوي أسبق من هذا أيضا، هو انفصل يعني لأنه الحقيقة المسألة لها علاقة بالمناخ، أنا هذا رأيي، والبيئة. لماذا؟ لأنه الأموريين الذين سكنوا مناطق عالية سموا بالآراميين، ومناخ مختلف. فالآراميين الحقيقة لما نجي نفحص وجودهم في التاريخ القديم والبعيد نجدهم يتشكلون من 25 مملكة آرامية موجودة في وادي الرافدين، و25 مملكة آرامية موجودة في بلاد الشام. والحقيقة هذه شرحتها بالتفصيل في كتابي المعتقدات الآرامية. ثم شعب يادي اللي هو شمالا موجود، يعني كلمة يادي أيضا لها علاقة بالشمال، شمال يعني في زنجرلي اللي هي منطقة قريبة جدا من حلف، منطقة الأصل هاي. ثم شعب كلدو في الجنوب، لاحظوا حتى التناظر موجود واضح جدا، أن يادي في شمال الشمال وكلدو في الجنوب، والآراميين بشقيهم السوري والرافديني موجودين أيضا في هذا الشكل. ثم نذهب إلى شعب مهم جدا من الشعوب
التي أصولها جذورها أمورية هو العرب. العرب تاريخهم القديم جدا يعني محاط بالغموض، لكن أنا وجهة نظري دائما أقولها أن بقايا الأموريين هم العرب، وهم يسكنون غرب الفرات بالدرجة الأساسية، ومن هذه المناطق هم رحل انتشروا بمجاميع صغيرة جدا، بقوا شعوب صغيرة لم تتكون شعوب كبيرة، كما عند مثلا الأموريين اللي شكلوا بابل، مثلا الكنعانيين، الآراميين، كلها شكلت ممالك. العرب ظلوا الحقيقة بسبب البداوة ظلوا مقتصرين على ثقافات محدودة جدا، ولهذا آثارهم بسيطة وهي عبارة عن نقوش أغلبها يعني تشير إلى لغات قديمة لا أستطيع وأجازف أن نسميها عربية، لغات نسميها على أسماء أهلها يعني مثل الثموديين، الصفاتيين إلى آخره. الآن هؤلاء العرب نرصد وضعهم تقريبا في حدود، حتى بقى فقط نعطيكم فكرة، في حدود القرون الميلادية الأولى، لأن هم ظهورهم الواسع والكبير سيظهر مع الإسلام في القرن السابع الميلادي. إذن قبل بين الأول الميلادي والسابع الميلادي وين كانوا العرب وشنو وضعهم بالضبط؟ العرب الحقيقة، وهذه أيضا، العرب الذين سكنوا في مناطق كانت فيها حضارات يعني مثل وادي الرافدين وبلاد الشام، الحقيقة هؤلاء شكلوا ممالك متحضرة. يعني عندنا في بلاد وادي الرافدين هناك 4 أو 5 ممالك، سأتحدث عنها بعد قليل، 5 ممالك، أنا خطأت كتبت 4، 5 ممالك عربية عراقية في وادي الرافدين. يعني هم لم يأتوا من جزيرة العرب وشكلوها كما هو الرأي الحالي والرأي السائد في كتب القرون الوسطى أنهم هاجرت القبيلة الفلانية، العكس هو الصحيح، هم هاجروا من مناطق وادي الرافدين إلى هذه المناطق، ومن سوريا إلى بلد إلى الجزيرة وغيرها. إذن أصول العرب هي موجودة في وادي الرافدين وبلاد الشام، والقبائل العربية نزحت من هنا. سأقول لكم كيف حصل هذا الأمر. هذا 4-5 ممالك متحضرة وكبيرة ومهمة ظهرت في بلاد وادي الرافدين، سأتحدث عنها. 6 ممالك عربية في بلاد الشام، وهناك عرب الخليج أيضا لم يكونوا ممالك مستقلة بسبب الحقيقة كان طبعا هم بصراحة عرب الشام اختلطوا بأنباط الخليج، نبط كانوا ساكنين فيها الأنباط الخليج واختلطوا معهم. ثم هناك عرب الجزيرة اللي هم عرب الصحراء الصرف، عرب اللي موجودين فيه، وشكلوا أيضا بعض الحواضر لكن سادت عليهم البداوة. الآن نروح نشوف جدول هذا البسيط ونقول ما يلي، ما هي ممالك ومناطق العرب قبل الإسلام. كما قلت المملكة العربية، الممالك العربية العراقية أو وادي الرافدين، هي نبدأ من الشمال، هي الرها، ثم الحضر، ثم دولة ميسان أيضا اختلاط نبطي فيها، بدأت نبطية وتحولت إلى عربية، ثم الحيرة وهي أقدر أقول القلب المؤثر والأساسي في كل هذه الممالك الرافدينية. لماذا؟ لأن سيكون لها تأثير قادم في المستقبل القريب عندما يأتي القرن السابع وما بعده، جدا مهم وضروري، وهم يعني سيشكلون على مفارق الحقيقة في هذا الموضوع. والأبلة، الأبلة اللي هي البصرة، لم تكن هناك مدينة اسمها البصرة، كانت تسمى الأبلة، ويعني الاسم ربما يكون له علاقة بأبولو، ربما أقول لست متأكدا، لكن كانت هي الحقيقة ميناء، كانت تسمى ميسان الكرخة التي على نهر دجلة، يعني فالتسمية طويلة جدا، لكن فيما بعد استبدلت بكلمة الأوبلة. الآن ما هي الممالك العربية الشامية؟ تدمر، الرستن، الغساسنة الذين سيكون لهم هم والمناذرة، يعني الحيرة والغساسنة، سيكون بصرة عند الغساسنة، سيكون لهم تأثير كبير جدا في القرون القادمة. والجابية والرصافة، وهناك اليطوريون وهم العرب الموجودين في لبنان، ثم
نذهب إلى عرب الخليج اللي هم البحر بشكل أساسي في البحرين وعمان وبقية مناطق الخليج العربي. ثم عرب الجزيرة في الوسط في قلب الجزيرة كان هناك الحجاز ونجد وهجر للأحساء وكندة وقيدار. كندة كانت أصولها يمنية لكن تحولت فيما بعد إلى أصول إلى شكل عربي. وقيدار قيدار مشهورة في كتابات الآشوريين. في الغرب هناك تيماء ودومة الجندل بشكل خاص، وفي الشمال هناك ثمود والصفا والإحيان. وهذه الحقيقة كل هذه المجاميع تركت لنا نقوش معروفة تتمايز عن بعض تمايزات بسيطة الحقيقة، لكنها كلها خطوط يعني مرنة وأبجدية الحقيقة كما تعرفون. هذا الحقيقة يقودنا أن نعود من جديد أن هي المحاضرة السابقة ذكرتها لكم أن اللغات السامية كثيرة جدا، ما تقرب من 30 لغة هي وشعوبها تفصلت وقسمناها إذا تذكرون، لن أريد أن أطيل في هذا الموضوع. قسمناها إلى لغات سامية شمالية شرقية، لغات سامية شمالية غربية، ولغات سامية جنوبية، قسم منها شرقي وقسم منها غربي. وهذه الحقيقة علامة عافية وانتعاش لهذه الشعوب. هذه شعوب كبيرة لا يستهان بها، شكلت منعطف كبير جدا في حضارات التاريخ والعالم، وطبعا ختمت هذه كلها بظهور الإسلام والحضارة الإسلامية بشكل خاص التي كانت نبض لكل هذه الحركة عند هذه الشعوب، والتي جمعت في جمعة واحدة في عقيدة دينية واحدة. الحقيقة أنا أشكركم جدا على إصغائكم هذه الشعوب، والمحاضرة القادمة ستكون أن فرضية سار القسم الثاني منها، سأذهب وأنتقل إلى أصل الآريين، كيف تشكل الآريون وكيف حصل التمايز في شعوبهم اللي كانت ساكنة نواتها الأولى بين البحر الأسود وبحر قزوين، وما أسميها بالشعوب النحاسية الثانية التي سيكون لها تاريخ مهم جدا في العالم بأكمله بشكل خاص الهند وإيران وأوروبا. أشكركم جدا وألتقيكم في المحاضرات القادمة. شكراً.